السلام عليكم، شلون اختار السولدر المناسب للالكترونيات؟ اكو 3 شغلات اساسيه بالسولدر لازم تعرفها: قصدير ورصاص وفلاكس. اذا كان السولدر يحتوي على قصدير بس، هذا راح يسبب صعوبه باللحام لان يحتاج درجه حراره عاليه حتى ينصهر، فلذلك يخلوا له رصاص. الرصاص راح يخفض من درجه انصهاره. الفلاكس، اكو بعض انواع السولدر يجي بدون فلاكس، فلذلك تحتاج التفلاكس حتى تكمل عمليه اللحام. صار عندنا معلومه انه بالسولدر اكو 3 عناصر اللي هنا قصدير ورصاص وفلاكس، واكيد كل عنصر له نسبه معينه. فهسه راح ننتقل الى النسب، وهي الهدف الاساسي من الفيديو، يعني شلون تختار السولدر المناسب. اكو بعض النسب للسولدر تكون 40/60 او 63/37 او 60/40. شنو هاي الارقام؟ هاي الارقام تمثل نسبه القصدير ونسبه الرصاص بالسولدر. إضافة لهذا توجد أرقام لقطر السلك السولدر ونسبة الفلاكس. السولدر المناسب تكون نسبة الفلاكس من 2-3%، أفضل قيمة للحيم الإلكترونيات. يجب أن يكون القصدير أكثر من الرصاص اللي هي مثل 60/40، 63/37، والفلاكس 2-3% مثل ما قلنا. راح أخلي لكم صورة الدائرة لحمتها بقصدير 63/40. وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة.